فريق العمل والبناء قطع مقر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية مصر العربية خطوة نحو التطوير والتجديد، حيث قام وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى بافتتاح مقر الاتحاد بعد التجديدات الموسعة التي شهدها المقر والذي مر على بنائه أكثر من 50 عاما. اعتبر هذا المكان حاضن لهم، وهذا المقر يعني من سنوات، يمكن هذا صار لك من 30 سنة، ولكن قبلها كان في أيضا مقر صار 30 بحدود 70 سنة. المقرين كانوا يحتضنون الطلبة للقضايا الاجتماعية والقضايا الأكاديمية، فهنيئا لهم بهذا المكان اللي راح يكون مكان دائم بالنسبة لهم إن شاء الله. لا ننسى أن هذا الاتحاد تقريبا الآن يقارب 65 عاما، وهذا يعتبر صرح من صروح الكويت في على أرض الكنانة. نتمنى لهم التوفيق حقيقة، وهذه طبعا الفرحة اللي نجدها على محيى أبنائنا وبناتنا في هذا اليوم يفرحنا كذلك نحن كمسؤولين. طبعا المبنى تم يعني إعادة صيانته لمدة 6 شهور مضت، والفضل الله سبحانه ظهر بصورة جميلة. كانت القاعات قليلة جدا، وعدد يعني الغرف المستخدمة قليل، الآن أصبح عدد كبير جدا، وأصبح الطلبة في سعة يستطيعون استخدام بعض القاعات للدروس الخاصة، والحمد لله أيضا ديوانية الاتحاد أصبحت في وضع ممتاز جدا. عملية تجديد وترميم المقر استغرقت أكثر من 8 أشهر بعد إضافة دور كامل للاتحاد وتوفير قاعات للطلبة والطالبات للدراسة. عندنا طلبة واعين وراشدين، ودائما يسعون إلى إبراز دور الكويت وصورة الكويت المشرفة، وهذا اللي دائما نهدف له من طلبتنا، ليس فقط سواء المكتب الثقافي والطلبة وحتى السفارة، ليس فقط هو التعليم، ولكن أيضا عكس انعكاس العلاقات، خصوصا العلاقات المصرية الكويتية، وإبراز دور الكويت في هذا المجال إن شاء الله. حضورنا لهذا اللقاء لسماع وجهات نظر الطلبة، ونبارك لهم ونهنئهم بهذا المبنى الجميل، وبصراحة هم اللي شفناه من جدية في الدراسة وتواصلهم مع بعض كأسرة واحدة، سواء كانوا بطلبة جامعة القاهرة أو في فرع اسكندرية، فهم خير سفراء لبلدنا الكويت. هذا المكان رائع في حقيقة الأمر، وهذا الصرح الأكاديمي لالتقاء الطلبة مع بعضهم البعض، والتقاء الطلبة مع أعضاء الهيئة الإدارية في عملية الحصول على المعلومات وتزويدهم بأي مستجدات وقرارات خاصة في الجامعات في مصر، ونتمنى إن شاء الله يكون هناك تعاون أكبر بين الاتحاد الوطني والسفارة والوزارة. وعقب الافتتاح عقد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لقاء مع أعضاء الهيئة الإدارية لمكتب الاتحاد الوطني لطلبة الكويت، وقد استمع فيه إلى مقترحات أعضاء المكتب. تم التطرق إلى العديد من الإشكاليات والمعضلات التي تواجه طلبتنا في مصر، وتم وطبعا لابد أن أوجه شكر كبير لمعالي الوزير الذي حل أحد تلك المشاكل فورا، وهي الميزانية التي كان يتغاضاها الاتحاد الوطني سنويا، وتم رفعها، وأشار إلى القياديين في الوزارة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد. إطلالة جديدة يظهر بها مقر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية مصر العربية، تعكس روح الأمل لدى الشباب ورؤيته للتطوير والتجديد نحو المستقبل. ياسر سعد، تلفزيون دولة الكويت، القاهرة.